بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. انطلقت إحدى رموزنا المميزة ضمن هذا الشهر المقدم من عامر بن علي الحجري، انطلق أيضا لأشواط المفتوحة، ينطلق على حضرتكم في هذا الشوط، شوط الإبكار المفتوح المخصص، الإبكار المفتوح مخصص لظل الفئة عمرية مميزة هناك لسن الفطامين والجيل المستقبل والصاعد لعالم سباقات الهجرة العربية الأصيلة. الشوط الأول المفتوح مباشرة مع المركز الأول اليدعى مظفر بن سعيد المغيري مع المركز الأول، المركز الثاني الشهنية علي بن سعيد الماوكي على المركز الثاني، المركز الثالث الضبي حمود بن علي الوهيبي من ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع، القدوم والتقدم في هذه اللحظات والوصول من شعار أيضا هناك القادم على المركز الرابع، شعار حمود بن حمد الوهيبي المركز الخامس، الوصول والقادمة أيضا شديدة خالد بن هلال المنقي. لكن أعود إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط اليدعى في هذه اللحظات من تنطلق مع أول المراكز مع صدارة هذا الانطلاق وهذا الاسم التراثي الجميل المعروف في أيضا الجميع، اليدعى مع المركز الأول من تنطلق مع الصدارة مع المركز الأول، مظفر بن سعيد المغيري مع المركز الأول، ارصد 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 القدوم من الجانب الآخر والتقدم في هذه اللحظات. وصلت الشاهنية سالم بن حمود الوهيبي من يغير مسار الشوط نحو المركز الأول، يا سلام بهذا العرض الجميل بهذا التحدي المثير، الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، هذه النهاية والأروع، النهاية والأروع والانفرادية نحو المركز الأول، نحو رمز هذا الشوط، نحو الزعفران، مادة التراث الجميلة الذي يفتخر بها المالك الهجن تحصل عليه الشاهنية سالم بن حمود الوهيبي. تهانينا وناموس المركز الثاني الظبي مع المركز الثالث حمود بن علي الوهيبي، المركز الثالث شديدة خالد بن هلال المنقي. توقيتنا الزمني لهذا الشوط 2:06 13 جزء من الثانية، هو التوقيت الزمني الثاني.